الرسمية اللي حتكون عبرة من نجد الفايد تكون عبرة تراب الوطني اللي باش يكون فيه المحفظات بكميات يعني كبيرة بأكثر من 20 ولاية محفظ بكل لوازم المدرسية مجلس تجهيز الطفل الجزائري للمعوزين وهذه في الحقيقة يعني سنترال ميسيون يعني من مجلس التجارة الجزائري وزارة التجارة لأنه السنة هذه كما راكم شفتوا يعني اللوازم المدرسية كانت بأسعار يعني أسعار تنافسية في متناول العائلات على هذه التلفات الطيبة وهذا العمل الإنساني وهذا يضاف إلى رصيدهم وليس بجديد عليهم يعني هذه الإعانات التي سوف إن شاء الله يستفيد منها أطفالنا وأبنائنا خاصة العائلات المعوزة المتواجدة في مناطق يعني لبنان.